اخضعوا. الكلمة اليونانية نيوس المترجمة في رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الخامس بالعربية أحداث، تعني الأصغر سناً وفي الأغلب تترجم شباب، كما تترجم أحياناً جديد، ولا تحتمل مطلقاً معنى الأقل في الأهمية. ويفهم من سياق الكلام هنا أنه يقصد المؤمنين الأصغر سناً أو المولودين من الله حديثاً، وهو يطلب منهم أن يخضعوا للشيوخ. والخضوع هو فعل إيجابي واعٍ ناتج عن محبة وتقدير لقيمة عنصر الخبرة في الحياة، متفهماً قيمة النصيحة أو الضوابط التي يطيعها. وقد ذكر الخضوع بالارتباط بالرب يسوع المسيح، وبذلك يمكننا أن نفهم طبيعته وأنه ليس خنوعاً. وكذا نقرأ في موضع آخر: أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. ولتكون الصورة واضحة، لابد أن نقرأ ما قبل هذه الكلمات، فقد حذر الشيوخ من التسلط. ثم باقي نصيحة بطرس تقول: وكونوا جميعاً خاضعين بعضكم لبعض، أي أنه مبدأ يجب أن يكون عاماً في كنيسة الله، والمفتاح هو وتسربلوا بالتواضع. والكلمة تسربلوا كانت تقال على ملابس الخادم أو الفلاح، وتعني حرفياً قماشاً مشدوداً بشدة على الجسم حتى يكاد يكون واحداً معه. إن تعلمنا جميعاً التواضع، وهي وصية سيدنا أن نتعلمه منه، فستستقيم أحوالنا ومعاملتنا داخل بيت الله.